تسمعوا في مع حاتم على EFM أحلى راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا موعدنا بتاعنا الأربعاء 16 ديسمبر 2020. 16 ديسمبر هو الليلة 17 ديسمبر، وغدوة معناها منعرفش كيفاش الذاكرة عند العباد، مازالوا الناس يتفكروا فين كنا كيفاش كنا، ولا توا كل شيء تقولش علينا. عندنا 100 سنة حرية تعبير، 100 سنة ديمقراطية، ريت كل شيء. أنتم خلطتوا صغار، أنتم أماني أنت بو ما تعطينيش عمرك ما خلطت على بن علي، تتفكروها تفكروها كنتوا تهزوا الفانسيس فانسيس وخمسة آلاف وتمشيوا تصفقوا. صفقت أنت في الكيف تصفق، سنعرف الكيف ما تصفقش. عزة عزة عزة. تحية إيمان جدي زادة في الإخراج الرقمي. بون سيسما اللي كانت تخدم معنا اللي كانت تعمل سومير، سيسما هكا مفيدة. فيتن مي سيسا. نتمنى ولا ترجعنا في فورما شوية. سورمناج قول سورمناج انت ولا عندها فاز. انا بو تنشوف الفيسبوك غدو ثابتو نقاوش مرفيز مومبيانش ميزامي ولك جاو ذاك وتصور بريفي. به اليوم به نعطيكم السومير بلوز وموا. اليوم ثلاثة حاجات باش نرجعوا عليهم. الخطاب المشيشي، فما راهو زوز خطابات، مش خطاب معناها الانترفيو، فما انترفيو مع مجايد 100% تونيزيان في فرانس 24 باللغة العربية، لكن الانترفيو اللي عملت جدل هي الانترفيو اللي باللغة الفرنسية على فرانس 24 مع صحفي فرنسي، وخذينا كلك زكسرية. ما نحبوش نظلموه برشا، راهو المشيشي بتاتر لا مانيير اللي سيت اكسبريمي به. دونك باش نرجعوا نحطوا الاكسري هذاك نتاع كي دي ايميغراسيون كلانديستين دي تيروريزم، باش نحطوها في الاطار نتاعها في السياق نتاعها ونشوفوا اش تعطي، باش ما يقولناش من بعد سي هشام لا اخرجتوها من سياقها ولا حبيت نقول. كي تبدا رئيس حكومه يلزمك كل كلمه كل حرف حتى حرف الجر عنده معنى. فما زادة فما تطبيقة جديدة اسمها سجني هكا، سجني هذيك اللي باش على سرقة التليفونات. دونك تماركي نعرفش كي تبدا عندك تليفون شاري هنا من لي سيركوي نورمو، معناها ناس عندهم لوتوريزاسيون دو فونت مطابق للمواصفات، برشا حاجات تدخل في الحكاية هذية. لكن سجلني تطبيقة باهية خاطر سرقة تليفونات، تهريب متاع تليفونات. تعرفوا اللي يجيبوا برشا تليفونات طايحين من الكمين في الأوروب هكا، يقولوا قول كارزونة تحت من كاميونة في برشا تليفونات توصل لتونس يكراكيوها ويولي يخدم يظل هذاك ما عادش باش تراوه. فما برشا التليفونات اللي تباعوا في الاسواق الموازيه وفي الاسواق الاسبوعيه، ما زاد هذوكم باش يوليوا ما عادش ينجموا يخدموا ولا يتكراكيو، خاطر كل تليفون عنده نيميرو سيري اللي هو كيما الكارت غريز، معناها التليفونات باش تولي كي كارت غريز الكراب هكا، معناها جوست تبسيط للحكايه. البنك المركزي زاد يحذر فما سيبر كريميناليتي، فما صفحات على فيسبوك تحط لوجو نتاع البنك المركزي وتقول لك راهو فما تحري للكارت نتاعك ولا باش تربح فلوس يطمعوك، ونعرفوا اللي يطمعوا برشا. ونحن الحاله اللي واصلين لها الحاله هذه السياسيه والاقتصاديه زاد فما جانب الطمع موصلنا للحكايه هذه. دونك ينبه البنك المركزي، وراهو اي انسان يطلبك في مود باس وموش كريبتي ولا يقول لك بور فيريفي، معناها سامحني تو قداش عندنا انترنت، عندنا معناها نعرفوا فما البيراتاج كيما البركاجيت، نحن البركاجيت يجبد عليك سكينه هذا يحصلك. دونك ردوا بالكم وتعرفوا القانون لا يحمي المغفلين. كي تبدا حاجه باهيه زاد نحكيو عليها، فما وقع سجن بون مش هي باهي السجن، لكن باهي كي تسمع لي تم ايداع بطاقه ما تم اصدار بطاقه ايداع بالسجن لعاون حرس وميكانيسيان اللي تخصص نتاعهم تبارك الله. ما نعرفش علاش مش موجودين في
في فوربس في ما نعرفش في سيليكون فالي الاختصاص نتاعهم يسرقوا الكراب ويفركوها ويبيعوها خطايا. دونك لا نجموا يخدموا مثلا في شركات كبيره. نذكر اللي معناها فما شركات تاع سيارات قاعده سامبلونت ما عادش هربوا برشا من اسيا ولاو سامبلونت شويه في المغرب. وتحيه للمغرب الشقيق اللي هو عرف كيفاش يجيب المستثمرين. بتاتر لفات اللي فما ستابيليتي بتاتر اللي برشا حاجات تدخل في الاعتبار. لكن زادة فما سهولة في ما عادش سيركولاسيون تاع العملة الصعبة ما فماش ما عندهمش تابو هما العملة الصعبة. دونك الدوليب داير. الجيش البحري التونسي زاد شد مركب صيد مصري فين يا استاذ وسيدي بحض قرقنا جاي من مصر هو ما حتى القرقنا جايين على القرنيط في الشوابي ولا على ذاك ناقصنا انواع السرقه الكل صارت. دونك في معاهم 17 بحار. دونك تعرفوا في القانون القانون البحار ذوكم يعتبروا معناها دخلوا من غير نجم تقول ايميغراسيون كلانديستين بون مش ايميغراسيون صيد غير مشروع في المياه الاقليميه التونسيه. وهذوما ديما يصيروا في خاصه كان معطلين. انا كان عندي خالي كان يخدم في ايطاليا في بالانسي ومره هكاك زاد في الليل يصطاد ويصطاد ويصطاد ويعملوا هكا. نحن عندنا بي عايش في ايطاليا كلمونا في الليل قالوا لنا عندكم فلان راهو يقرب لكم رانا لقيناه في قليبيا. دونك بعدش عاود رجع ايطاليا. دونك يصيروا الحكايات هذوما. بعديش باش نحكيو دونك على عبو وباش نحكيو خاطر فما حاجات قالهم بون مش الحاجات اللي سيركيليو على الانقلاب وما عملش انقلاب هل ما زلت مع التيار هذوكم اسئله سياسيه. لكن قال حاجات في العمق يمكن من اكثر السياسيين اللي يعرف يشخص. والمعالجه ما نجمش هو يمكن التجاه للقوه خاطر ايش يقول هو يقول يجب تطبيق القانون بالقوة. معناها يمكن زاد الديمقراطية والقوة معناها ما ينجموش يتعايشوا برشا وديما تصير مشاكل. طبعا نرجع بالتدقيق على الكلام اللي قالوا للناس اللي يحبوا البون ديسيني ولا اللي من جينيراسيون تاعي كي كانوا صغار كانوا بيف جادجيت ما نعرفش كان تتفكروه مجلة بون ديسيني تلقى فيها كادو سامباتيك. اليوم عودة بيف جادجيت بعدد كله قالوا 100% من عرش نسخة ورقية نسخة يظهر لي نسخة ورقية قالوا عدد اكسبسيونيل. دونك انا متشوق باش نشوف العدد الجديد نتاع بيف جادجيت خاطر يمكن من الحاجات اللي تعلمتهم في السيناريزاسيون في الديكوباج كانوا من البون ديسيني خاطر البون ديسيني مدرسة كبيرة برشا. قيس سعيد استقبل وزير العدل اليوم ما نعرفش يمكن فما الحكايه مرتبطه باللي صار في القضاء اللي صاير قاعد يصير توا الجريف. فما حديث عن تجميد قاضي طيب الراشد حتى لاستكمال الابحاث. بون ما نعرفش هذوما تسريبات خرجوا من اجتماع القضاة. دونك ذاك نشوفوا غدوة الاخبار كي يخرجوا تبدا عندنا معطيات اكثر معناها تاكد ولا تنفي الخبر هذا غدوة نرجع عليه. باهي بعدش زاد تحليل كما قلت لكم للحديث المشيشي وباش نحكيه في اخر ليميسيون على حكايه اللقاح وارتباطه براس السنه ما يسمى بالريفيون. شوفوا فاصل صغير ونرجع لكم. كل يوم مع الاول في برنامج 90 دقيقه مع خلود مبروك ومع بقيه اعضاء المجموعه انا سفيان بن حميده باش نلقاكم كما تعرفوني ديما ما تبدلتش يعني باش نقول كل شيء بوضوح من غير تحامل ومن غير تمسيح. احلى ضحكه ديما بعد السهره وبعد البليبي ما تلقى حتى طفل وانا معاكم في تليفونه ما عندوش نوامر عبيد يكرم من عندهم في الديار. الجمله الشهيره بعد كل سهريه
وخلا حلوة صغيرية. وي ستي مانيفيكا. البليبي بنينة. وي وي أنا جداغ البليبي. هاي الكلمة. يكفي. شنو اللي يكفي؟ وتوما تكمون مشيو للريبرتوار. تلقاهم قمرهم. ساعات تلقاهم قايدة فقرة كاملة. أما حبيب دار برد ودوش ما يمشيش وتلفزة مكسر. يلي تسعة متاع الليل انتم تسمعوا في مع حاتم على اي اف ام احلى راديو ماسك واستهلاك للاخبار. وندخلوا ديريكتومون في صلب الموضوع. الجمله البارح اللي تقصت واللي العبيد الكل علقت عليها من امانة بعد حديث هشام المشيشي لفرانس 24، اما مش الخطاب باللغه العربيه، الخطاب باللغه الفرنسيه، خاطر قدام صحفي فرنسي في معناه لو كونتكست الكل هو يتكلم بالفرنسيه ويتوجه لل معناه للناس للفرنسيس للسلطة الفرنسيه. الجمله اللي اتقالت واللي خرجت هي كي دي ايميغراسيون كلانديستين دي تيروريزم. بون فما كلمه اوسي زاد كي دي immigration clandestine dit aussi terrorisme. ما قبل ما يقول الجملة ذيك استعمل وسيلة ربط في اللغة ما تعرفوا اي ولا او ولا نسيت اسمه في عيطور لما تقول ليكور الكل فينا الماء تعلم التيوري هو الكل تقعد كان براتيك. نبدأ بالإكستريم الأول. L'idée c'est de d'aller rechercher les causes de cette immigration clandestine et de travailler en profondeur sur cette thématique-là. Nous avons mis en avant le concept de développement solidaire entre les deux rives de la Méditerranée, entre la France et la Tunisie. Et je pense que c'est une approche qui pourrait, dans une certaine mesure, tacler cette immigration clandestine. Et qui dit immigration clandestine dit aussi terrorisme, dit aussi un discours. Pas toujours, évidemment. Pas toujours, heureusement, mais... سمعتوا الاكستري منعرفش الجمله في وسط حديث به سالوا هو على الاميغراسيون كلونديستين اللي هي يظهر لي انا برشا لي تيماتيك الكبار تنرجعوا لهم اوفيريا ميزور. دونك من التيماتيك اللي مشى عليهم عندك الاميغراسيون كلونديستين التيروريزم. تقول انت شنو مدخلنا السيد اللي مشى التونسي خرج من تونس حرق قعد في ايطاليا شويه مشى النيس عدى ليله ولا اثنين ما غدا ذبح العبيد معناه تونسي. دونك ما 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 معنيين بطريقه او باخرى. هو معناه نحاول نكون فريمون اوبجيكتيف ما ظهر لي وما نصورش اللي هو يخمم كونه الحرق الكل تيروريست، لكن فما ريسك. هو شو يقول اي كي دي immigration clandestine dit aussi terrorisme. التعبير في الكوميونيكاسيون انت رئيس حكومة معناه في انترفيو صحفي فرنسي دونك باش يسألك أسئلة من زاوية فرنسية مش كيما توفيق مجيد كيما راهو في التصويرة. توفيق مجيد مستانس وتونس وتبدأ تونسي حتى كي تعمل انترفيو معناها مع ولد بلادك تبدأ مرتاح أكثر. تو انا بريسيون اللي تقول ماهوش باش يحصلني. بون هو الي اليز بتاتر في اللغه الفرنسيه لكن ماهوش اليز في اللغه الدبلوماسيه. وتنشوفوا في لي زيكستري الكل فهم كنا احنا ركزنا كان في الجمله هذيا لكن هو قال اللي الظروف نتاع يلزم نشوفوا الاسباب نتاع الحرقه من بين اسبابها الميزيريا الحرفه اللي نعيشوا فيها نتكلموا بلغتنا هكا باش كما نفهموها نحن وهذاك من اسباب معناها نتاع الناس يمشيوا يحرقوا. وقال زاده اللي يقول معناها الحرقه زاده يجبد التيروريزم في مخه جو سوي سور
وانا مش ندافع عليه معناها بصفة خاصة، لكن انا في مخي هو الافكار اللي في مخه ما عبرش عليها بالطريقة الاتصالية اللازمة، معناها حتى الاستدراك وهو سألوا للصحف الفرنسي قالوا باتولتو، حتى هو اكد قال من بعد قال وي 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 مش، معناها هو كان ماشي في 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 كيفاش يقولوها في منهجية تفكير كونه راهو الحرقة راهي مثبتها هكا وهكا وهكا وهكا، وراهو زادت نجم تتربط بالإرهاب إذا تم انفلات ولا دونك. هذيك الفكرة ما وصلهاش وطول الموند معناها مش نحن برك، معناها العبد الكل الحاجة اللي مركزوا معها هي الجملة هذيك، الجملة هذيك كونتر برودكتيف. حتى الأحزاب ولا المعارضة التيار هبطوا بيان كل شيء، لكن حتى التوانسة اللي يعيشوا البرة، حتى التوانسة اللي في تونس برشا اللي قراوها الكون القصد متاعو هكاك بو ما ظهر لي كان القصد، معناها خطر كان فريمون يقصد هكاك سي غراف، سي تري 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 غراف كونك تعتبر الحراقة معناها إرهابيين. بون فما ترافيك، فما ديت الناس ترفك بالبشر، فما مافيات، فما تهريب معناها كي كومباني سا، فما بون مش الحراقة يهربوا، لكن فما ناس كي ميتريز التهريب، ميتريز وسي ليميغراسيون كلونديستين، ميتريز لا بروستيتيسيون، الإجرام معناها نجم ناس تكون متضلعة في الإجرام، في أنواع الإجرام الكل، وتعرف كي تتسكر على ترافيك دو دروغ يدوروها ترافيك بشر، تسكر على الحرقة يدوروها بروستيتيسيون إلى آخره، معناها دونك الجماعة ذوما مجرمين. لكن ربط السيستيماتيكمون الحكاية هذية بالإرهاب يمكن التسرع ولا بتتر لا نو ميتريز نقوله هو إداري، هو معناها كوميد لتا إناخك، عنده برشا خصال رئيس الحكومة في الاتصال كي يبدأ هكا أليز، وحتى لفصان اللي يتكلم بها معناها فما مونوتون، معناها مش هو مقلق لكن الكلام على نبرة واحدة نغمة واحدة، واللي معناها ما فماش ليموسيون ما تعديش برشا بالصوت يقعد فرد هذيك في الطون هذيك هو باهي. هذيا فيما يخص الاكستري الاول، فيما يخص اللي قالوا على ولا الربط اللي عملوا بين الارهاب والحرقه. فيما يخص الدوسي اللي مشى له انا يظهر لي 50-60% مشى على الحكايه هذيا، مشى على فرنسا تحب واذا من حقها ترحل الناس اللي ما همش فرنسيس واللي عندهم راديكاليزاسيون، معناها اللي ولاو مربطين ولاو معناها شكلوا خطر. القرار هذايا فرنسا معناها اتخذته عادي، علاش في بلادها عندها خطر داهم، مش كما في دستورنا نحن الخطر الداهم ما نعرفوش شنو، لكن هم عندهم خطر داهم ويعرفوه من بين هذايا. دونك انا ما ظهر لي كان المشكله في الناس اللي عندها ناسيوناليتي فرنسيز، ولا انا يظهر لي برشا ناس اللي بلاش وراق واللي هما مصنفين ومخطرين، هذوك فما برشا منهم في الحبس، وفما زاد الناس اللي ريزيدون برك ما عندهمش ناسيوناليتي، واللي بتفعيل قانون الارهاب الفرنسي ينجموا معناها ما تنجمش واحد عنده جنسيه تنحيه له ولا تحرمه منها، لكن اللي عنده كارت دو ريزيدون تنجم تنحيه له ويرجع تونسي، خاصة إذا تم دمغجته ولا جاهم مدمغج، معناها عندهم أخبار اللي هو جاي من تونس ديجا يحمل فكر تكفيري، دونك هذوكم اللي يحبوا يرحلوهم. نسمعوا وقت تسأل سيد هشام مشيشي على الترحيل شنو كان جوابه. La France vous a fait des demandes, elle a donné des listes. Elle a fait des demandes de rapatriement de certaines personnes qui constitueraient une menace pour la France la Tunisie est tout à fait bienveillante à cette demande-là, dans le sens où les personnes se trouvant sur le territoire français d'une manière illégale ou qui constitueraient une menace pour nos amis, ils ont vocation à rentrer chez eux. Dans le cadre de la légalité, bien entendu, dans le cadre des accords qui unissent nos deux pays, et bien entendu dans le cadre du respect
de leur dignité humaine et du respect des droits de l'homme. Et nous sommes de ce côté-là très rassurés, étant en France ici le pays des droits de l'homme et le pays du respect de la dignité humaine. Donc... Donc, هذيك كادو عملتين عندكم بونيوس في الاكستري. باش يطبق القانون ما يجبروش يطبق حاجة أكثر، لكن استدعاء هو كان يمكن باش فما حاجات قانونية يعرفوا الفرنسيس، يعرفوا لي بروسيدور، ودايور حتى الديبا بعد اللي صار في نيس كان حول الموضوع هذا، يقول لك القانون ما يسمحش كونك هكاك حك راسك وطردو. كما هنا ما يسمحش القانون حك راسك وفك له مثلا خاطر عندك شبهات فساد عليه. بالطبيعة فما برشا هذيك لوتر روفير دو لا ديموكراسي هو معناها الإدانة تكون بالإثبات. دونك الزايد البونوس اللي طلبوه الفرنسيس مش باش يلقاوه. يمكن زاد التلميح هنا معناها ينجم خاطر هو مش تسكير معناها مش قطعي، لكن فما يقول لك فما لي زاكور نجمو نتفاهمو. بتاتر هنا فما تلميح كونو انت وكيفاش شنو باش تعطينا كونتر بارتي، هذيك الدبلوماسية. معناها انت تنجم انت كي تطبق القانون فيه سميق، القانون فيه مينيموم انت تطبقه. اللي زايد اللي مثلا تعرف اللي بار اكزومبل مثلا تعرف اللي اكس اللي هو متهم بالتكفير ويشكل خطر على الامن الفرنسي الى اخره، كان عنده كارت دو ريزيدون مثلا باش الاكسبولسيون نتاعو باش يرجع لتونس حب له بالبروسيدور ثلاث سنين هو في حبس غادي وعصى الى اخره. نجم هو يقول لك هي بعد 3 سنين يعرفوا مثلا قانونيا اللي باش يتم الاكسبولسيون نتاعو، معناها لي ريكور الكل حكايه فيها. نجم هو يقبلهم من الاول دونك يربح فرنسا في 3 سنين، لكن هذاك زاد عنده سومو. شنو زعما السوم نتاع الشيء هذاك؟ ها وقبل ما نعدي الاكسري ويجاوب على الواحد على السوم، تلاحظوا اللي طريت نقولوا تزليطه في الاكسري الاول حكيت رابط الحرقه بالارهاب، لكنه يتكلم بالكدا اللغه الفرنسيه بالليتون بالسوبجونكتيف بالبلوس كو بارفي باللي تحب انت. معناها علاش الخطأ اتصالي مش خطأ في دونك هذا تبع التحليل. دونك شنو السوم؟ نسمعوا تلميحة السيد رئيس الحكومة. La Tunisie a besoin de combien? La Tunisie a besoin de tous les investissements français possibles en Tunisie. Nous avons besoin de 16 milliards de dinars pour combler déjà le déficit. C'est un record, mais la situation en Tunisie, nous héritons d'une situation bien difficile. Notre gouvernement a choisi d'adopter le principe de vérité et le principe de transparence. C'était pas donc, le cas avant? C'était un peu, on essayait un peu de retarder certaines échéances. C'était pas le cas avant. Il y avait une autre manière de faire. Donc on pouvait. Qui était de ne pas dire la vérité. Bon, c'était une autre manière de dire la vérité. C'était un peu d'étaler. Ben, une autre manière de dire la vérité. Rite le صحف rite le فرق معناها كده tu maîtrises ou la l'اتصالية منارش. ولا اللي ينصح فيه معناها هم يقولوا توا ملي تم التخلي ولا ما نعرفش، ولا واحد يقول ديميسيون واحد يقول نحات من المنصب صديقتنا سماح مفتاح، يقولوا اللي غازي القروي هو اللي قاعد يكوتشي فيه اتصالين. الكوتش يلزمك تبدله خاطر ما نعرفش غازي يمكن نجم بيع جبني نجم بيع ياغورت، اما في السياسه راهو فما كلام موزون. ودايور نحن الكوتشينغ معناتها حتى قلب تونس ممثله في زوز من الناس هو نبيل قروي وغازي القروي اللي هما جايين من الموند دو لا كومونيكاسيون وبعديش تغرموا بالسياسه. دي موا نبيل القروي، حتى نبيل القروي في الديبا مع رئيس الجمهوريه مع قيس سعيد في الانتخابات الى غاتي اون تيرم دو كومونيكاسيون، حكيت اللي يغزل للتلفزه ومن وين الكاميرا ولي زو دون لي زو بون باش تقعد له ذيك كي الحصحاصه في مسيرته السياسيه انطالت. دونك نو معناها الكوميونيكاسيون خاصه كي تمشي للخارج فما دوتر كود، فما دبلوماسيه تدخل، فما كلام يتقال، فما كلام موزون.
ما نعرفش إذا تحكي هكا مع المسؤولين الكبار اللي قابلهم، لكن معناها نحن كان بيودنا يكون أوضح. خاطر كي تقول هو حصلك، يعني كي تقول لي شيفر كل شيء، وذيك راهو طريقة اتصال، خاطر هو الكومونيك شو خصها يقول. نحن كونترالمون الحكومات الأخرين المشيش يقول نحن شفافية ونقولوا معناها هنا فما بير، هنا فما ديفيسيت، بون عندنا برشا حق، عندنا برشا آبار متاع ديفيسيت. دونك هذه القراءة الأولى، التبديل زعما سابو مارشي سابو با مارشي جو سي با. أنا شخصيا معناها كلمة اون بريزونت لا فيريتي دون اوتر مانيير ما ظهر لي معناها اتصاليا يلزمها تتقال، خاصة كي تحكي في بلاد معناها أنت ماشي باش تاخذ من عندها الفلوس، هذه ما تسميش طلبة، خاطر برشا عبيد هذوكم العلاقات وهذوكم ليزانتيري نتاع البلدان، وتقيس وتقيس الى اخره. حتى الناس اللي يقول لك وين كنا وين صبحنا، الحكومات اللي تعاقبت قبل الثوره بعد الثوره، الرؤساء الحبيب بورقيبه باللي تحب بنتي، الكل مشى وجابوا اعانات وجابوا مشاريع وكيك. هو راهو حتى توا رئيس الجمهوريه، مفهوم رئيس الجمهوريه في برشا بلدان اللي نظامها السياسي شبهنا، اللي نحن ولينا نشبهولهم بلتو الاخ بي رئيس جمهوريه هكاك، هذيك يزمو يدفون بالحق هون انترن، يدفون الدستور، احترام الدستور، الوحده الوطنيه، الرايه اللي تحب انت. لكن زادك يخرج الخارج تابع الدبلوماسيه كونه يطمن المستثمرين، يقابل المستثمرين. وراه برشا رؤساء فكروا ماكرون كي سافر يمشي يعمل مثلا يتعشى مع كما عندنا نحن لوتيكا مع المنظمات اللي فيها الناس، فيها استثمار، فيها ستارت اب، شيء زي لو موفمون ايكونوميك اللي صاير في العالم. دونك هذاك ما نعتبروهاش طلبه، هذاك زاده من خدمته يكومبلي ال 16 مليار ناقصين في البيدجي، واللي نجموا يمنعوا معناها الموظفين باش يتحصلوا على شاريهم. هذا في الناحيه السياسيه والاقتصاديه واللي تحبوا انتم والامنيه خاصه. لكن في مجال الحريات بالطبيعه اللي قالوا العفيس ما تعديش هكاك، ماناش في قريه مسكره وتتحكم في اللي يتقال واللي يخرج. نحن في قريه كبيره اسمها الشبكات، شبكات التواصل، واللي قالوا العفاس في مجلس النواب الشعب وصل لهم وتسال عليه كان هذا جواب. Nous sommes dans un exercice démocratique et nous continuons toujours à créer notre jeune démocratie et à renforcer notre démocratie. Maintenant, la liberté d'expression en Tunisie est une réalité. La liberté de la presse est une réalité. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc, et dans un exercice démocratique qui vient de se mettre en place, qui se cherche encore, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des excès à droite ou à gauche. Mais la riposte de la société civile, qui est une société civile vibrante et vivace en Tunisie, a été là pour rappeler que la Tunisie n'accepte pas qu'on touche à la femme. Qu'on touche à la femme ou aux droits de la femme, comme le jumla. Mais l'idée est claire, مش على الحكومة هي اللي باش الكوندان وكل شيء، لكن المجتمع المدني هبة واحدة، وهو يحبذ كونه المجتمع المدني هو اللي يعتني بالقضايا هذه، تسمى قضايا حقوقية، تنجم قضايا المساواة. دونك هو نوتر تكنوقراط حتى في القضايا اللي هي تحرك في المجتمع، نبض المجتمع أو القضايا هذه. سي هشام مشيش تكنوكرات داكورد، انا معاك. بو ماكش تكنوكرات برشا، عندك كوسان مزعج بعض ساعات اللي تقول فيه معناها زاد دور الحكومه. فما حاجات ميزم التجاوزات اللي تصير، هل فما احترام للدستور، هل النيابه العموميه، فما قضايا زمها تدخل، ما نستناوش كونه جمعيات هما اللي يمشيوا يتظاهروا وكل شيء ويعملوا ضغوطات. بون هذيك زاده مهمه جدا، خاطر راهو حتى حد ما يعطيك حقك كادو، الحقوق كلها تقتلع. اي حق تاخذه هكا هنين بنين، توا نحن كان جاء اي ديكتاتور ولا اي واحد حكمنا، حتى بن علي
جيش قال لنا هو ال 13 قال نرجع معناها غلطوني والحريات وباش نصيب اي انسان ما الحريه والديمقراطيه ما تعطاش كادو ما تنجمش اذا ما اذا الشعب ما سيلش الدم وما قاومش وما صارتش على امتداد السنوات نحن في تونس نعتبروا اللي الديمقراطيه قديش من عام قديش من قرن من بنغذيهم من قبل بنغذيهم معناها كانت فما برشا محاولات للشعوب التونسيه للناس اللي كانوا معناها هما اصل البلاد هما مال المول هما اصحاب الارض دونك جاونا برشا محتلين خاصه في البريود التركيه حبش نعيط العثمانية خاطر تو كان جيت اسمع عثمانية نسميو تو عثمانية بريود تركية امبراطورية عثمانية لكن تركية يعني مش كي تبدل الاسم يعني مش تبدل باش العباد ما تنساش وكاو خاطر عندنا الزايمر مالوزمو وقت جاو جابوا ما يسمى بنخبة اقتصادية حربية معناها جابوا هما الناس اللي حكمت في تونس كانوا يجيو يتعينوا من غادي بعدش يسانستاليسي يعملوا مملكات وبعدش يتولدوا في تونس لكن مالي البلاد عمرهم ما حكمت يمكن معناها بعد الاستقلال يتسمى بورقيبة أول معناها أول بلاد معناها اللي خرج من الشعب وهو اللي أسس الجمهورية هو أب الجمهورية هو زعيم زادة المقاومة اللي صارت مقاومة خاصة اللي عملوها تويسة مش كيما المقاومة الجزائرية فيها شوية هكا شوية مقاومة مسلحة لكن فيها برشا دبلوماسية وفيها برشا ذكاء ومتاع نخبة سياسية طبقة سياسية بتاع ناس قرات واللي قراوه تعلموه وشربوه وبعديش ولاو يطبقوا فيه على أرض الواقع فينا الماء هذيك الطابع متاع تونس اللي نحبه يقعد هكاك معناها في الدبلوماسية كل كلمة بحسابها كل مقاربة تكون ذكية دونك هذا فيما يخص دونك أنا جو كومبران ما ينجمش يتهم ولا ما ينجمش المشيشي خاطر شدينه من كرافاته ائتلاف الكرامة والقلب تونس شدينه من فيستو والنهضة ما نعرفش من سوري توي ما نصعبوهاش برشا وبعديش بعد ما يشدوه كيك قاعدوه على كوسا وقاعد على كرسي ظهر لي امبريال معناها كرسي من التراث الفرنسي بطبيعة هو في فرنسا دونك من جماعة الكوسا السؤال اللي تسأل تعرفوا التوج فما جدل الإسلام السياسي وهل الإسلام السياسي التونسي معناها نقص من الدعوي وكثر من المدني هاو كان جواب هشام الشيشي فيما يخص النهضة Vous avez cité, c'est un parti qui a adhéré à la, qui adhère parfaitement, sincèrement, et sincèrement. Vraiment. Moi, je les côtoie, je suis en dialogue permanent avec eux, et je sens chez eux une réelle conviction dans l'état de droit, dans la légalité et dans la légalité surtout entre les citoyens, et c'est ancré. Dans la constitution tunisienne et je vous rappelle que Ennahda était l'un des principaux partis à la constituante donc qui ont vous leur faites confiance là-dessus. Là-dessus je leur fais confiance. Il leur fait confiance عنده ثقة تامة il les côtoie quotidiennement. معناها باتصالات ديما معاه داير عنده مستشارين تم تعيينهم من النهضة والسيد هشام المشيشي يمشي على العظم عطاهم معناها بلونسان كما يقولوا الفرنسيس بلونسان هو كما الساك معناها الساك نتاع رضا معناها راني راضي عليكم وقد ما تعملوا ديما تقعدوا احبتي كما واحد ينجم مع ولده علاقته قد ما يعمل عميل ديما يوسع باله ديما عنده فيه ثقه هنا العلاقه اخرى هنا علاش قلت انا كي بديت قلت كل واحد شادو من واحد شادو من الكرافات واحد من السورية واحد من فيستا هو في نلمو هذيك هو من برا تكنوقراط لكن من داخل مش حكومة متحزبة لكن حكومة تتحكم فيها ثلاثة أحزاب في الأخر بينسير جبدوا له على المغرب قال نحترم قراراتها بلد سيادي شابو هكاك يزم تجاوب وقت سألوه على هل تونس فما
هكا كلموهش على ما عندوش فكرة على التطبيع ولا كان هذا جوابه. Une question dans l'ordre du jour, c'est pour nous, chaque pays a sa réalité et chaque pays a sa vérité et chaque pays a sa diplomatie qu'il considère être la meilleure pour lui et pour son peuple. Est-ce que l'administration Trump a poussé pour que la Tunisie suive la voie du Maroc ? Pas que je sache. Pas que je sache. Manarsh, هل زاد طلبوا الرئيس الجمهورية زاد باك جو ساش هنا التطبيع هل معناه هنا ما جاوبش حتى اللي قالوا قال معناه لغة خشبية تتقال في المحافل هذية معناها كي تحب ما جاوبش تكفر برشا للزادجيكتيف والسبجونكتيف معناها ستان اكزرسيس هذية طبقوا 100% التطبيع زعما نمنعوا من التطبيع خاطر اليوم قاعدين نراو مثلا اندونيسيا عن قريب الباكستان باكستان عرفتها وين تخبيوا الطالبان ومنين خرجت فكره الطالبان ومشيت حتى وين يلتجؤوا الطالبان وين رقاو بلادن يبا تسير رويدا رويدا نحو التطبيع فما تويتر هبطها وزير الخارجية فما التلميح لشيء هذا دونك هو يقول كل واحد دبلوماسيته ونحن عندنا جالية يهودية مهمة في إسرائيل وحتى راهو المغرب الأولويات اللي تعطى استثمار وبرشا مغاربة معناها من فما برشا زاد إسرائيليين من أصول مغربية قاعدين هم عملوا شوية لوبيينج زاد باش يسرعوا في حكاية هذية هذية كان فيما يخص الشيشي مازال عنا عبو زاد نحبوا نقعدوا فيه شوية نمشيوا فاصل نرجع على العشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون دو بلاستيك بيت ليميسيون ليميسيون تو دو سويت هذه نوفيل جينيراسيون باردون اه وي فات اتونسيون سرق الحناشي ديما حاضر ما يبداش ميرسي دالي دالي تونسي برشا انرجي اه وي جميلة الفريق هذه اللي ديال عسلي مارو المزين اقوى مقلد يا فنان احمد العجيمي ما تنساش لا يدوان ولا ندوان نوفيل جينيراسيون سرق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي نوفيل جينيراسيون EFM أحلى راديو أحلى ضحكة لكم تضحكوا أول مرة تشوف واحد طويل ملي أنا صغير طويل ديجا أمي حبلة بيا مشات للطبيب تعمل في ليكو قال لها عندك زوز توام فوق بعضهم بعضها بطين أنا طولت نهار 1 ديسمبر أما الحقيقة الولادة متاعي بدأت نهار 28 نوفمبر انطلقت من مستشفى شار نيكول وفت في مستشفى الحروق بن عروس ولا يجبدوا فيها سكروا الكيس خيبوا يبنوا فيه يبنوا فيه قنطرة جديد انتبه أشغال من 8 إلى 9 متاع الليل انتم تسمعوا في مع حاتم على EFM أحلى راديو ارجعنا لكم نكملوا الأخبار متاعنا دونك الانترفيو متاع عم جيت نقول عمو هو قريب يولي نعيطوا له عمو عبو محمد عبو عند زميلنا أبو بكر حاجة اللي تلاحظوها بينصير في كل الحالات كونه أي وزير أي مسؤول وقت يستقيل وقت اللي ما عادش ولا يخسر انتخابات وقت اللي يتخلى عن المنصب متاعه يتصرح يولي يتكلم بالكده يولي عنده الحلول الكل ويولي معناها تقول خسرناه خسارة كان مرة ما نخسروش واحد قبل ما نخسروه لكن معناها يتصرح محمد عبو حالة خاصة علاش خاطر باش تصرح استقال من الحزب بتتخذين زادة استراتيجية أخرى يمكن أدوبتي يقول لك أنا مازالوا انتخابات 4 سنين نخرج من الحزب باش ولي عندي حرية أو أكثر في التعبير عن مواقفي داير حتى في الانترفيو 50 دقيقة راهو بتبدأ تتأكد تستاد في الكلام خاطر يزرع كلمات محمد عبو كان من الحاجات اللي زرعهم قال أنا حتى كان نهار يخرج باش نرجع للسياسة نرجع مع التيار بتاتر بارونتيز تعملت احنا ذاك دورنا باش نشكو في الحاجات اللي يقولوهم لنا السياسيين خاطر كان جاو السياسيين صادقين معانا
ويقولون كل شيء ما غير ما هكا يلعبوا بالكلام ويخبيوا علينا وكل رانا بطالة. دونك هذيك خدمتنا ديكريبتاج. دونك الديكريبتاج الأول ظهر لي استراتيجية جديدة باش يبدأ حر يقول الحاجة المحظور، خاطر هو خلط معناها القلب متاع السيستيم كيفاش الربراكام متاع الفساد هو تكشف عليه. دونك يعرف بلوز وموا المنظومة بعين من برا لكن يعرف الخناخش متاح. والدليل التشخيص، يمكن قل وانا در كونه سياسي شخص الحكايه هذيا بالحريه هذيا. على ذكر نقول لكم فما بارنتيز، يعني ما تظنوش اللي التيار تخلى على عبو واللي عبو تخلى على التيار. انا يظهر لي باش يخرج يطير يجنح وحده عامين ثلاثه وبعدش وقت لي يجي موعد انتخاب جديد باش يرجع الموعد باش يرجع للتيار. دونك ويت اند سي، ما نعرفش كان احيانا ربي من هنا لثلاث سنين اخرين ولا بتتر انا بعد ثلاث. انت فين تحب روحك عزه بعد ثلاث سنين؟ انا نعرف من غير ما تقول، كي نتبع تصاورك نعرفك وين تحب تكون، حتى جيت توريستيك ها باهي خدمه تقوم الصباح كوبا. قلت لك المره اللي فاتت مفتاح عندك انت عاودها لك. حتى شيء ما هو صعيب. تتكلف قديش بيع الكهرباء هكاك تربح فلوس الباركينج قديه هما 5 ملايين في الشهر. دونك تربح فلوس الباركينج وبفلوس الباركينج تنجم تمشي لكوبا وتحقق احلامك. تنجم تحل بفلوس الباركينج تنجم تحل مشروع في اي بلد ديمقراطي يحترم. تنجم تحل باركينج غادي وتولي تربح دعاء الخير. بي نرجع لمحمد عبود شنو الاكسترين مش العادي نسيتني عز بي تشخيص. تشخيص اللي صاير في الدولة التونسية هاو نسمع محمد عبود. دولة فاقدة مصداقية حتى في علاقة بالآخرين وفي علاقة زادة مواطنينها ومستثمرينها اللي متخوف. لازمك تتكى على فلان، تتخبى عند فلان، الرخصة ربما يعطيها لك فلان، نفس المنطقة بتاع طرابلسية أما مع غياب أي ضوابط. من الثورة باش في الاخر يوليونا ما اخطر من طرابلسية. تغيير هذا شنو يقتضي نظريا؟ عم تنقول كيفاش عمليا؟ عمليا صعيب. نظريا تغيير هذا يقتضي كونك تعمل دولة متاع قانون يطبق القانون على الناس الكل وما ترحم حتى حد. فوالا الكلمة هذه كلمة تطبق على الناس الكل. بون العباد الكل يقول لك تما فوق الشراس وريشة وكل لغة والواحد كل شيء. دونك تفهموا شنو التدوينة اللي هبطت. التدوينة دعا إلى تطبيق القانون على الناس اللي فوق راسهم ريشة بالجيش بالقوة. لكن يقول لك ريت في التطبيقي، علاش التطبيقي صعيب؟ خاطر شكون القضاة اللي باش تحطهم؟ معناها مثلا كي تعمل اوبيراسيون ماني بوليتو عندكش في مخك تو هاو الشعب التونسي كل نجمش يتوافق على قاضي ولا على مدير امن حر ما يطبق كان اللي في راسه. راهو ايطاليا معناها والمافيا وقوة المافيا غادي مافيا معناها بالعدد بالسلاح باللي تحب انت معناها ينجموا فرقعوا لك وزارة. لكن وقت اللي اختاروا القضاة هذه الاوبيراسيون الايادي النظيفة كانوا محميين القضاة سياسيا حتى كي ايزون اليميني لو جوج فالكون معناها هذيك الديفلاغراسيون معناها حطوا له الترناطة معناها تي ان تي تحت كرهبته حتى كي زاد سرع العملية وكانت إجابة السياسيين وقتها هو إيقاف الباران الكبير رينا معناها وقفوا لهم الباب الكبير متاع المافيا وكانت الحرب وقتها ربحت الدولة. نحن نحبوا حرب المافيا خاطر نحن زاد مافيا عنا كانوا قبل عصابات طولت مافيا والعصابات وقت يحسوا بالخطر يوليوا صحاب راهو هذيك زاد الدولة ما يلزمش تنسى. باهي من في نظريا زوز معضلات وقفوا ضد هذا الكل. نبداو بالمعضلة الأولى اللي يعتبرها محمد عبو يلزمها تتصلح سينو ما يتحسن ما يتحسنش حالنا بالكل. نسمعوا بس بعد 10 سنين قلت لهم ما تعملوش عليهم القضاة لو كان تصلحوا تنفقوا بهم بارك الله فيهم. كي تصلحوا تو ولا بارك الله فيهم لا شيء. الحقيقه في قضايا الفساد الكبيره نتاع السياسيين القضاة متواطئين وغير القضايا راهو اللي شفتوهم انتم. انا راني مقدم على الاقل في مجموعه من القضاة شكايه جزائيه. قلت مجموعه من القضاة
فما برش قضاة راه فوتوا على الدولة فرصة باش ياخذ الفلوس نتاعها، مش في اجتهاد قضائي اللي ما يتلامش عليه القاضي في مسائل توحي بالرشوة. عند السيد وكيل الجمهورية محكمة ابتدائية بتونس وقت الوزير قدمت شكاية في الموضوع هذا، مش اللي سمعته حتى في مواضيع أخرى. دونك غير القضاة اللي متخرلين، فما قضاة ياخذوا مقابل ديما أقلية ولكن شادين بعض الملفات الحساسة، والأكثر من هذيل كل القضاء بشكل عام في الملفات الكبيرة ما خذاش قرارات. يجيك الوزارة الداخلية اللي ما فما حد يحب يحكي عليها. باهي وزارة الداخلية نحكيو عليها من بعد. الحكايه هوني واضحه، دونك قال لك فما زوز انواع، فما القاضي اللي خاف على الكارير، يقول لك انا شلزني، انا شكون باش يحميني، انا نجم يدور عليا، نجم. فما نوع الترهيب هذاك، تعرفوا المافيا عندها اذرع طويله، خاصه الاذرع السياسيه. راهو فما ناس يحكيوا لكم مش صاير في المحاكم، معناه شيء بهت، شيء غادي من. ونعرف ناس قضايا وواحد تدفع شيكات مدلسة، تعمل ربطيت ملايين باش ما نقولوش ملياردوات، وهو يسوفي يشري كاتب في وسط محكمة نجم يقعد 20 سنة حتى يتيحوا الأحكام الكل وما يقلقوا حد. فما برشا ناس عايشين كيكة واللي مستنس بالرشوة، معناها ما فيهش دوية، ما فيهش دوية. تجميد خلي الأخوان نحفظوا له كرامته، هو سرقنا ونحن نحفظوا له كرامته، نكونوا خير منه معناها. لكن باش تجي قضايا مصيريه على ذيك، تو ما استرجعنا حتى فرنك تحسابه من لي بروسيدور، خاطر قضاة فاسدين، خاطر فما لي بروسيسوس معناها مش نعممها، فما قضاة جاتهم قضايا يقول لك اخوي قضايا فيها الاف المليارديرات، وكنت تسمعوا في الارقام. بن علي وقت في الاكسري قال انا عمري ما سرقت، هو عنده الكونت في كونت واحد في سويسرا فيه 60 مليار، هذا اللي باش يعاود يسترجع تاخذه المدام مع خطيبها جديد بعد 14 جانفي. دونك هذوما كالغمه وكل واحد هذيك في صالح شكون؟ انتم معناها بشويه ذكي بشويه لوجيك، ديما تتكلموا لوجيك ونورمال، واحد خمم عامل شويه لوجيك. ناس الاف المليارديرات اون جو، ما يتحطوش مليارديرات لزعزعه الاستقرار، ما يتحطوش مليارديرات لشراء همم. تعرف راهو القاضي ولا الامني ولا اي انسان، راهو انسان، راهو بعد ساعات كي تحط له مليار في كونت البرة وعنده اولاد باش يخرجوا يقراوا، فما عباد ما معناه يضعفوا قدام الشيء هذا. وزاد الدوله تحمس، كجيل القضاة ياخذوا 40 50 مليون، القضاة المهمين في القضايا المهمه ياخذوا 40 50 مليون في الشهر، اللي هما يتعطاوا بعد ساعات باش تعمل بهم اجتماع وتكري جماعة بالزلالت. كان يتعطاوا للقضاة يمكن حال البلاد يتحسن بسرعة، معناها أكثر من اللي تتصور. نمشي كاريكابتور. باهي جوست قبل ما نحكي على الكاريكاتير اللي قالوا على الأمن، هو الأمن تخي كومبليكي الإصلاح، فما ناس تخاف من معناها من ردة فعل المواطنين، كما فما ناس متكي على حزاب، وفما ناس فهمت الأمن الجمهوري بصفة مغلوطة. برشا معناها إدارات وبرشا مناطق الأمنيين يكونوا كريمو تابعين حزب فلاني. كاريكاتير عودة الأنشطة الثقافية، هذا خبر به حتى في مسرح باردو يتساءل مراقبون. مسرح باردو مسرحية كبيرة في مجلس النواب، البروتوكول الصحي دونك باش يستأنفوا كما كان قبل الحظر التجويل. كي العادة طاقة الاستيعاب 30% تباعد، البروتوكول الصحي، برشا حاجات. دونك ادخلوا على السيت بتاع وزارة الثقافة للزملاء المبدعين اللي يحبوا ياخذوا أكثر فكرة. نمشي بلا ماسك. بلا ماسك فيسا نعدي لكم الإكستريم بتاع السيد وزير الصحة. مازال التسعيرة احنا نعتمدوا حاليا في نجي نحتسبوا الميزانيات الكل، التسعيرة بين 6 و 8 دولار الجرعة، أما حاليا مازال المنظمة العالمية للصحة وكوفاكس والكل ما حدوش تسعيرات، دونك احنا مهما تكون التسعيرة مش نكمانديو الكميات كيما قلت لك اللازمة باش نلقحوا التوانسة، دونك ما نحكيوش فلوس، نحكيو جست كيما قلت لك سلامة ونجاة وإفيكاسيتي بتاع التلقيح. احنا ماذا بينا نعتمدوا تو حاليا كيما قلت لك التلقيح اللي أثبتوا النجاعة فوق
90% مش ننظموا اكثر نجاح في التلقيح نتاع هذه اعتمادات خاصه وفرت الحكومه بالتنسيق مع البنك الدولي عندنا الاعتمادات الكافيه لتغطيه حمله تلقيح كامله يخص تلقيح وسائل التبريد وسائل النقل كلفنا كما قلت لك لجنه كامله وطنيه مش تشرف على الحمل مجانيه طبعا مجانيه باي المعلومات فايزر يخلطوا نحن البارح قلنا اللي في الدوزيام تريميست دونك فايزر واحد يقول فايزر تقول له رحمك الله فايزر معناها هو اللي حضر اللي حاضر دونك هو اللي خذ لومولوغاسيون في العالم اجمع دونك هذاك لكن كان فما حاجات يحضروا قبل بتات تجينا الصبة جرعة جرعات يجيونا من ويجدرك في بيزار حكاية جرعة وهو زاد السيد الوزير كيقول التلقيح تقولش عليه يقول التلاويح ولا شنو حاجه كيمنك عنده كنغمه ما تعرفش زاد هو مونوتو يختاروهم يمكن عملوا لهم كونكور عيطوا لك عزب الريكروتمون تاع الوزراء قال لك لازم ما يعرفوش يكلموا وينغنغوا تعرفك اللي تكلم بتنغنغو ما تعرفش عليه دونك هذاك في التلقيح حاجه باهيه جراتوي معناها لل جو بونس حاطين 100 مليار وفما اعانات وفما برنامج هو الحاجات الصحيه الحاجه الباهيه اللي العالم يعرف فما بلاد معناها ما عندهاش امكانيات باش تلقح دونك يعاونوها على التلقيح خاطر هكاك زاد يحميوا رواحهم زاد ما فماش راهو قطوس يصطاد الربي هكاك جراتويتمون راهي دول راهي مصالح هذاك زقتش نفهموه راهو البلاد اللي جارتك اقرب لك في المصالح البلاد اللي قدامك واللي انت تتعامل معها برشا هذيك اقرب لك من المصالح من بلاد اخرى راهي البلاد اللي مثلا عندك برشا جاليه فيها هذيك اقرب لك وهذيك الدبلوماسيه ماكش انت باش تولي تحي درابوك وتحط درابو البلاد اللي حاجتك بها لكن تخلي درابوك وتخلي السياده نتاعك وتعتني كان بالقضايا نتاعك حاجه شنو نحن رابحين وشنو خاسرين حط في ميزان الربح والخساره العلاقه الطيبه مع الدوله هذيش باش تربحنا والعلاقه هذيش باش تربحنا ولا باش تخسرنا فما دول يربحونا ما كي يجيبوا لك 40 بانه نتاع بوبيل ويهبطوا لك بارتو كومونيكاسيون تاع لامبريسيون اللي يعاونوا فينا والله تبارك الله عليهم بعد علينا بمئات الاف الكيلومترات الاميال البحريه ويعاونوا فينا لكن 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 زاد شوف الديفيسيت التجاري شوف شقاعد تشري من عندهم في الحكايه الفارغه وانت تبيع لهم في الخيرات زيتون وحوت وفرشك وقاروس من بحره سوفاج وهم يبيعونا في القلوب باي باي تصبح على خير